مثلا اللي بعمان ينتقلوا على مثلا على الطفيله او على الكرك، هسه ممكن يعملوا فروع، فهمت علي كيف؟ مثلا ماليه، في ماليه هون مثلا تابعه للمحافظه، اما بدي يجي من الزرقاء او بدي يجي من اربد او من الكرك يكون في فرع كمان مثلا بالكرك او بالزرقاء يكون فرع، مش ضروري انه يجي هون عمان يخلص المعامله او يوقعها ويحط عليها ختوم، عرفت علي كيف؟ اما يعني ينقلوها كامله برضه بصير صعب على عمان اللي في عمان. اول شيء عمليه النقل من العاصمه لمحافظه اخرى بأيدها، ليش؟ شو الاسباب بأيدها؟ بتخفف عمليه النقل على المواطنين المسافه، برضه بقدر المواطن يعني في احدى المواطنين كسكان الرمثة العقبة ما بقدر انه يصل عمان، ما بقدر المواصلات الى اخره، فبتوفر يوزعوها. ليش؟ كل مره ممكن. تخف الازمه، تخف الطلبات، ما في ناس بتيجي من المعنى والمناطق برا علون عشان تخلص معاملاتها. والله مش غلط، يعني فكره كويسه انه بخف ضغط والازمه بتخف. نقلهم من عمان لمحافظات اخرى اتوقع يكون صعب، لانه يكون عند داخل عمان يكون افضل، والبحث عن طرق اخرى لتخفيف الازمات اللي في وسط البلد وسط عمان. هسه انت لما بتحكي محافظه اخرى، العاصمه صفت كعدد سكان اكبر محافظه من المحافظات، فانت بدك تزيد الضغط على المحافظات الاخرى، يعني مش راح بالعكس راح تتعب المواطن. بعدين العاصمه دائما لها تركيز، يعني باي دوله بالعالم وين ما تروح الدوائر الرسميه بدها تكون بالعاصمه، لأن العاصمة هي مثل ما بقولها الوجه الحضاري للبلد كلها، فمستحيل تنقل الدواء الحكومي يعني ابن عمان صير تودي على إربد مثلا. يعني بفضل أنه دائما يكون البعد عن الأزمة، شايف كيف؟ لأنه بسهل على الناس، بس في مكان يكون قريب على الناس برضو كمان اللي يعني يقدروا يمشوا معاملاتهم وما يكونش ضغط عليهم ماديا أو يعني نفسيا ومشقة. والله أنا بقول لا، عشان كل ما زادت بتزيد المصاريف، بدك تصير تاخذ سياره طلب وتدور على الدائري، لا خليهم زي ما هن. يا ريت، لانه بتعرف الازمات الايام هذه خاصه بعمان، يعني يمكن انه بده يعمل واحد معامله له او شيء بده يضيع نهار، يمكن نهارين وينام هان في عمان، لذلك يعني الفكره هذه فكره طيبه، لا شك انها فكره طيبه وجميله. يعني يكون في فروع افضل. شو تقول انت بتأيد هاي الفكره ولا لا؟ بأيد الفكره، بس يعني بتصير بعيد علينا يعني كدوائر انها تنتقل.